وقد أشاد سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية أحمد عبد الرحمن الساعاتي بالنتائج الإيجابية لزيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب إلى جمهورية الشيشان، والتقاء سموه مع فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة. بلا شك كانت زيارة تاريخية، أستطيع أن أصفها تاريخية، لأنه هو أول مسؤول بحريني يزور جمهورية الشيشان، ولقد وجدنا كيف اهتم الرئيس الشيشاني باستقباله شخصيا ومعاملته معاملة رؤساء الدول، وكان استقبال رسمي أمام طائرة، وكل البرامج كانت حافلة، والصحافة كتبت أيضا اليوم عن هذه الزيارة. وكما ذكرت هذه الزيارة تنعكس على العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، لأن جمهورية الشيشان هي من أهم الجمهوريات في روسيا الاتحادية، والرئيس قديروف يلعب دور كبير في الاتحاد الروسي. وقد ناقش سمو الشيخ ناصر وفخامة الرئيس القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون في جميع المجالات، وأعتقد أن هذه بادرة خير وستعقبها إن شاء الله مشاريع بين البلدين وزيارات متبادلة.